السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيبتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا كده هنعمل ميزانية إن شاء الله 500 جنيه في الأسبوع، طلبها مننا متابعة معانا اسمها مدونة مجدي. هي طلبها خضار وفاكهة ولحوم ب 500 جنيه في الأسبوع. تمام. أول حاجة معانا طبعا زي ما احنا متعودين الصدقة، ما نقص مالا من صدقه. صدقه مش بتقلل الفلوس، بالعكس بتزودها وبتبارك فيها. ومش لازم المال اللي بتطلعيه صدقه ان هو يرجع لك مال. يعني انت طلعتي مثلا جنيه عايزاه يرجع لك 2 جنيه، هو هي الصدقه ب 10 امثالها، مش لازم ترجع لك الجنيه يرجع لك ده 10 جنيه، لا ممكن يرجع لك 10 جنيه، ممكن يرجع لك 100، ممكن يرجع لك 1000. ولله طبعا ما اعطى، فانت ممكن يطلع لك ده يرجع لك بستر، يرجع لك ستر ليكي، ستر لولادك، ستر لبيتك، ممكن يرجع لك صحه، ممكن يرجع لك استجابه لدعوه، ممكن يرجع لك تحقيق امنيه، ممكن يرجع لك الصدقه دي بترجع لك بحاجات كتير، يا اما ترجع لك برده بايه بمال تاني، مش لازم، بس هي مش لازم ترجع مال، ممكن ترجع لك اي حاجه. فاهم حاجه هنطلعها الصدقه عشان ربنا يبارك في بيتنا وفي اولادنا وفي فلوسنا وفي حياتنا كلها. ده حق ربنا من فلوس بيدانا، لازم ايه نطلع حق ربنا الاول وبعد كده نجيب ايه متطلبات البيت. هتلاقي والله ربنا دبرها من عنده، تطلع بالصدقه هتلاقي ربنا دبر لك الميزانيه بتاعتك وكل حاجه من عنده. اول حاجه طبعا هنبتدي بيه معانا هنجيب الفاكهه بتاعتنا. الفاكهه انا عامله لها 75 جنيه، مش هو الفاكهه دلوقتي مثلا هتلاقيه مثلا ب 15 كيلو، ب 20، ب 25، فانا هتجيب مثلا ايه 3 كيلو او 4 كيلو في الاسبوع، هيبقى حلو قوي. ممكن تقسميهم بقى فاكهه، تجيب مثلا 2 كيلو فاكهه وتجيبي هتعملي حاجه حلوه مثلا حلويات في البيت او كده لو عندك دي، يعني تجيبي مثلا كريم جانتيه، تجيبي كاكاو، تجيبي اي حاجه وتعملي اي حاجه حلوه في البيت. فهتجيبي فاكهه 75 جنيه. ممكن تجيبي بقى عنب، دلوقتي في عنب، في التين، في التين برشومي، في التين اللي هو الشوكي، في المانجا، المانجا دلوقتي ب 20 و25. هتجيبي البرقوق، فحاولي تجيبي الفاكهه بتاعتك وتجيبيها، بس ايه حاجات تكون جامده شويه عشان تقعد معاكي بالاسبوع كله، لو انت هتجيبي فاكهتك كلها اول الاسبوع يعني بتاعت الاسبوع كله. تمام. هنجيب ايه تاني برضو كده؟ انا قلت 75 جنيه للفاكهه. هنجيب بقى بعد كده الخضار. انا عارفه ان الخضار دلوقتي بقى غالي جدا، يعني بصراحه يعني سعر الخضار بقى زي سعر الفاكهه. فهنجيب البطاطس. هي دلوقتي بطاطس ب 12 وب 10، انا جايباها في المشتريات بتاعتي في اللي نزلتها لكم من كام يوم كانت ب 10. هي مش لازم تجيب البطاطس الحجم الكبير قوي، اصلا الحجم الكبير قوي دي بتبقى من جوه مش حلوه، بتبقى شيخه ومن جوه مش حلوه. وبتلاقي البطاطس ما فيهاش بركه كده، يعني انت لو جبت كيلو بطاطس هتلاقي 4 بطاطسات، فبتحسي انت ما عندكيش بطاطس في البيت. فانت لما تجيبي الحجم الوسط هيبقى حجمها كبير كده، وهيبقى حاسس ان انت جايبه 2، يعني ال 2 كيلو هيبقى معاكي حبه حلوين يعني، وهيقعدوا معاكي الاسبوع كله ان شاء الله. وهي هي يعني الكبيره هي نفس الطعم بتاع الصغيره، بس هاتي الوسط، يعني ما قلتلكيش هاتي الصغيره خالص البيل، لا البيل دي او الصغيره خالص دي بكيلو ونص ب 10، برده انت عايزه تجيبيها عشان لو هتسلقي منها هاتي منها، يعني ممكن تجيب 10 كده وتجيبي كيلو من الكبيره. فهتجيبي 2 كيلو بطاطس من الحجم الوسط ب 20 جنيه. هنجيب طبعا البطاطس برده من الحاجات المهمه في البيت، لانك انت عندك اي اكل هتحمري جنبه بطاطس، لو عندك اكل بايت ممكن تحمري جنبه شويه بطاطس وتقضي بيه يومك. هنجيب ب 15 جنيه طماطم. انا عارفه ان الطماطم غاليه جدا، بس انت حاولي، انا لما بنزل السوق ما بشتريش من اول حد بيقابلني، انا بمشي السوق كله واعرف الاسعار والدنيا ماشيه ازاي، وانا راجعه بقى بشتري، يعني وانا راجعه من السوق بعرف، بكون عرفت بقى الاسعار ايه، ودي شكلها حلو ودي شكلها مش حلو وبجيب. وحاولي برده ما تجيبيش الطماطم، يعني بلاقي الناس بتقف على الطماطم، هي بتبقى رخيصه شويه عن الطماطم الجامده، بس ما يعني هي هترمي نصها، فانت كده ما وفرتيش، يعني ما تجيبيش الطماطم اللي فيها حتت سودا او فيها حتت ضربه، احنا في الصيف، فالطماطم اللي فيها حتت بايظه دي قبل ما تروحي البيت وتشيلي حاجتك وكده هتلاقيها ممكن تلاقيها باظت معاكي. تمام. لان بتبقى طول النهار عند البيع في الشمس كمان، فانت لو جبتي طماطم لو لقيتيها حلوه ماسكه نفسها مستويه شويه وحمرة وكده، بس ماسكه نفسها ما فيهاش ريحه وحشه وما فيهاش حتت سودا، تفضلي تقطعي الحتت السودا دي وترميها، فانت كده ضيعتي نص الطماطم اللي جبتيها، فكده انت ما وفرتيش. يعني التوفير لازم تكوني برضو ايه فاهمه التوفير، يعني مش انا فاهمه التوفير غلط فانا اشتري الطماطم او اشتري الحاجه البايظه عشان سعرها رخيص واخدها ارميها، لا اول من نصها، لا التوفير يعني لازم تكوني فاهماه كويس. فانت اشتري الطماطم، يعني ما قلتلكيش هاتي الطماطم مثلا اللي هي ب 10، يعني ممكن اللي ب 10 دي انت لفي في السوق هتلاقي فيه ب 8، انا جايباها ب 8 وكان فيه ب 7 ب 7 ونص وحلوه. تمام. فانت شوفي الطماطم وما تنقيش الطماطم اللي زي ما قلتلك اللي هي بايظه، هاتيها حلوه برده ماسكه نفسها عشان ما تهدريش فيها وترمي منها كتير.
فهنجيب مثلا كيلو ونص طماطم بال او كيلو، يا تجيبي كيلو ونص من ام 10، يا اما تجيبي اللي هي في ياما على فكره بيبيعوها ب 8، في بياعين عندهم ضمير بيبيعوها ب 8 وب 7، وبتبقى حلوه حلوه. انا جايباها ب 8، حلوه حلوه ولسه قاعده عندي كمان في الثلاجه، يعني جامده وحلوه. ممكن تجيبي بقى 2 كيلو اللي هي ايه ب 7 ونص، 2 كيلو 15 جنيه هيكفوكي الاسبوع. ونمسك نفسنا في الطماطم شويه، ممكن تاخديها تصلصيها لو انت جايباها طريه شويه، صلصيها، حطي معاها فلفل اللي هو الاحمر دوت اللي هو الكوبي الاحمر، هيديها لون حلو هيعزز معاكي اللون. يا اما تحطي لها بنجر، يا اما تحطي لها بابريكا. انا بعملها باي حاجه من دول موجوده عندي، بعمل بيها طماطم بصلصها واحطها في الفريزر واسحب منها عشان ما تبص عندي في درج الثلاجه. وسيبي برده حدتين جامدين كده لو عملتي سلطه، لو عملتي جبنه بالطماطم، الحاجات دي كلها معانا. برضو هنجيب هو البصل في ب 20، وفي ب 18، وفي ب 17 اللي هو ايه الصغير، مش لازم تجيب الكبير، هاتي اللي هو الصغير ده ب 18، ممكن تجيبه بال 10 جنيه. تمام، عايزه تجيبي الكبير ما عندكيش خلق للتقطيع وكده، هتجيبي الكبير هاتي ايه نص ب 10 جنيه. النص ده هيكفيكي الاسبوع ان شاء الله، هيكفيكي الاسبوع. اضربيه في الكبه وهيبقى معاكي كميه حلوه، وحطيه في كيس وبططيه وكسري منه على قد الاكله بتاعتك. انا طول عمري بعمل كده، من اول ما اتجوزت وانا بعمل كده. متجوزه ما شاء الله بقالك سنين، يعني انا عيلي كبار، فبجيب من اول ما اتجوزت، يعني قبل ما تطلع الكبه. انا ما كانش عندي كبه اول ما اتجوزت، كنت بدل ما ابشر بصلايه اطبخ بيها، كنت ببشر 2 او 3، اخد واحده استخدمها واحط ايه الباقي في الفريزر في كيس متبطط كده، واسحب منه واما اجي اطبخ. لو انا جالي ضيف فجاه وعايز اعمل اكل بسرعه، انا يوم تعبانه مثلا، كنت بعمل كده عشان لو يوم تعبانه اطلع من الحاجه الجاهزه عندي واشتغل. ولادي كانوا صغيرين كنتش بعرف اعمل منهم حاجه، فكنت اطلع ايه الحاجات الجاهزه، اجيب كيس طماطم على حته بصل ما اعرفش ايه كده مجهزهم في الفريزر واشتغل منهم على طول. فانا الحاجات دي بعملها من سنين. هنعمل بقى، هنجيب برده ب 30 جنيه. خضار هتجيب مثلا، هتجيب ربع ليمون، الليمون ده رخيص ب 10 جنيه وب 8 جنيه، هتجيبي ربع ب 2.5 مثلا، وهتجيبي فلفل ربع فلفل مثلا، هتجيبي نص خيار، هتجيبي بقى بقيه القولي دول هيعملوا مثلا 10 جنيه فلفل والليمون والخيار، نجيب ماشي. هتجيبي بقى ايه ال 20 جنيه هتجيبي اي خضار للطبيخ. انت عندك البطاطس هتعملي مثلا مره بطاطس، هتعملي مثلا ممكن تجيبي مثلا ملوخيه، ممكن تجيبي نص باميه، شوفي كوسه، بدنجان، شوفي انت هتجيبي ايه بقى بال 20 جنيه بتاعت الخضار بتاعت الطبيخ. وممكن برده لو جبتي ملوخيه هيفيد معاكي فلوس تاني، هتجيبي اي خضار بقى تفرزيه. وانت برضو يعني لو جبتي ملوخيه هاتي كيلو ونص او 2 كيلو بال 10 جنيه، وحطي ايه استخدمي اللي هتستخدميه الباقي حطيه في الفريزر متفرز عندك جاهز. وانا عامله لكم الملوخيه قبل كده في فيديو تفريزات العيد، كنت عامله الملوخيه بطريقه حلوه قوي، وعامله لكم فيديو بتاعها احتمال انزله لكم، يعني تفريز الملوخيه من الف للياء، يعني بطريقه سهله جدا وتقعد معاكي طول السنه كانك لسه شاريها خضرة. ماشي، عامله لك برضو الخضار 75 جنيه. تمام، هنجي نيجي بقى ايه تاني للحوم. اللحوم معانا هنا هنجيب طبعا اللحوم لا غنى عنها في المفروم في البيت، لان المفروم بيدخل معاكي في حاجات كتير قوي. هيدخل معاكي المفروم في هتعصجيه مثلا، تحطي منه على تعملي صينيه بطاطس اللي هي البطاطس المحشيه دي اللي هي الصغيره دي، بتقوليها وبتحشيها لحمه مفرومه، لما بتحطي معاها الصلصه كميه المفروم بتزيد معاكي، فبتعمل معاكي كميه كبيره. ممكن تعملي صينيه لازانيا، ممكن تعملي صينيه مكرونه بشاميل، ممكن تاخدي معلقتين من المتعصج ده تحطيه على اللحمه المفرومه، لو سوري معلش تحطيه على صينيه المسقعه. يبقى عملتي مسقعه باللحمه المفرومه، بقت اكله متكامله، يعني مش محتاجه جنبها غير بطاطس محمره. ممكن برضو المفروم ده تعملي منه صينيه جلاش، ممكن برضو تاخدي المفروم ده تفرمي تعملي منه كفته، ممكن تعملي كفته داوود، بتحطي معاها قطع بطاطس مكعبات فبترمي معاكي كميه كبيره. ممكن برضو تعملي كفته رز، مع الرز اللي بتحطيه مطحون بيزود معاكي الكميه، الربع ده هيبقى نص، مش ممكن يعمل معاكي اكلة يومين كمان. فانا انت مش كاتبه لي عدد افراد الاسره، يعني فانا ايه كاتبه لك برضو ربع، ان شاء الله هيكفيكوا لو انتوا 4 افراد فيما اقل. تمام، برضو هتجيبي برضو الحاجات المفيرة جدا في البيت، البانيه، يعني انا ما بستناش عن المفروم البانيه في البيت. البانيه ممكن برضو تعملي منه ايه، ممكن تعملي تفرميه وتعملي منه كفته، او تعملي منه كباب تركي. انا عامله لكم على قناه كباب تركي دوت، وحاطه لكم معاه شويه حاجات كده واضافات للبانيه، عامل معاكي هيعمل معاكي كميه حلوه قوي. تمام، برضو معاكي ممكن تعملي تقطعيه وتعملي شاورما مع الخضار اللي بتحطيه بيزود معاكي الكميه. ممكن تعملي فتت شاورما، الفتت شاورما دي بيبقى فيها رز وفيها عيش، وبتحطي الشاورما على الوش بترمي معاكي كميه كبيره قوي، وتبقى اكله مشبعه، ممكن الربع ده يكفي 6 افراد على فكره.
ممكن برضو تاخدي البانيه تقطعيه حته البانيه الواحده تقطعيها على 3 كده، وتعملي بالربع ده ستريبس، هيعمل معاكي كميه حلوه قوي بالربع البانيه، بتلاقي كميته ضعفت. وما بتحطيش بقى لا بيض ولا حاجه، هو بيتعمل بالدقيق وبس من غير بيض ولا اي حاجه، شويه دقيق وشويه معلقتين نشا وشويه بهارات. خش على اي قناه ويبقى عامله البانيه وعامله الاستريبس، وهتلاقيها بطريقه سهله جدا. وزي ما قلت لك ممكن تعملي كفته او تعملي كباب تركي، طعمه تحفه وهيعجب ولادك جدا. فدي برضو ايه من الحاجات الموفره، المفروم والبانيه. هنيجي برضو نعمل هنجيب برضو ايه فرخه، فرخه ب 120 جنيه المتوسط مثلا، فرخه هتبقى حجمها حلو مش صغيره، هتبقى حلوه ب 120 جنيه. ممكن بدل الفرخه دي تجيبي نص لحمه، اللحمه في امان ب 240 اللي هي القطع، والمفروم في امان ب 55 الربع عشان 220، وفي ب 200 كمان، يعني في منطقه في امان بيبيعوها ب 200، انا عندي ب 200. والربع وربع البانيه انا كاتبه لكم ربع من 55، لا هو ربع البانيه ب 40، ربع البانيه ب 40 جنيه. فانت كده معاكي ربع المفروم ب 55 او ب 50 من امان، هتجيبي ربع البانيه ب 40 عشان البانيه دلوقتي ب 160، هتجيبي فرخه ب 120 جنيه، هتجيبي ايه؟ يا اما تجيبي فرخه يا اما تجيبي نص لحمه. هتجيبي برضو سمك. الفرخه دي بقى انت ممكن لو انتوا 4 افراد وهي تعمليها على مره، عايز تعمليها على مره واحده فاعمليها. عايزه برضو انتوا لو اكتر من 4 افراد هتقسميها على 8 او على 12 وتعمليها اللي هو زي الاستريبس كده، اللي هي برضو من غير بيض ولا حاجه، في عجينه كده وبتاخديها تحطيها في الدقيق بتتبل، وتعمل تقليها في الزيت اللي هي بتبقى الكنتاكي، فراخ كنتاكي. ممكن تعمليها على 12، تقطعي على 12 قطعه تعمل لك كميه كبيره مع شويه مكرونه. ممكن برضو تقعدي تطبخي عليها وقسميها بقى زي ما انت ايه بتحبي، او زي ما انت معوده اولادك ياكلوا الربع كامل او ياكلوا نص الربع، او شوفي انت بتقسميها ازاي. فانا كاتبه لك فرخه ب 120 جنيه، او هتجيبي نص لحمه وتطبخي عليه ممكن يقعد معاكي يومين. هتجيبي سمك، هو للاسف السمك دلوقتي بقى غالي جدا، يعني البولش دلوقتي ب 80 جنيه، يعني اعلى حاجه 80 جنيه، في اقل بقى ب 60 وب 70 اللي هو الاصغر شويه. فانت ممكن تجيبي مثلا كيلو ونص بولتي ب 120 جنيه، تمام. ممكن تجيبي برضو لو عايزه توفري ممكن تجيبي سمك كيلو بوري مثلا ب 120 جنيه وتعملي، او لازاني مازيليا او اي سمك من انواع كبيره كده اللي هو وتعملي تحته شويه بطاطس، هيعمل معاكي كمية حلوة. لما تحطي تحته البطاطس هيعمل معاكي كمية حلوة، تبقى أكلة مشبعة مع شوية رز صيادية، تمام. برضو ممكن تجيبي لو عايزة توفري بقى ال 120 جنيه دول، تجيبي مثلا نص سمك بحر. نص سمك البحر رح بيعمل معاكي كمية كبيرة لأن هو خفيف ما بيوزنش، فهو النص هيعمل معاكي كمية كبيرة وهتبقى أكلة مشبعة مع شوية رز وشوية سلطة. والباقي مثلا هتجيبي نص ب 50، هتفضل معاكي 70 جنيه. ممكن تجيبي بقى إيه أجنحة، نص صدق، وهيفيد منك كمان، تمام. فانت معاكي كده 120 سمك، ممكن توفري وتجيبي سمك، او مره تجيبي سمك بولش مره سمك بحر، مره غير يعني عشان ايه ولادك ما يسوقوش. وبرده انت ممكن تشيلي مره البانيه تجيبي اجنحه، تشيلي المفروم وتجيبي حاجه ثانيه، بس هو المفروم والبانيه ما بستغناش عنهم يعني. ممكن تشيلي الفرخه وتجيبي وراك، كيلو وراك، الكيلو الوراك دلوقتي بحاجه وحاجه و60 تقريبا، ب 67 او 68. ممكن تجيبي كيلو وراك او 2 كيلو وراك، هيقعدوا معاكي الاسبوع والاسبوع اللي وراه كمان، تمام. فانت ايه انا بقول لك على الافكار وانت تشوفي ولادك بيحبوا ايه وايه، واختاري بقى من ايه من الافكار اللي بديها لك. كده الميزانيه بتاعتنا عامله قلنا 500 جنيه، جبنا حاجات ب 300، دي اللحوم، اللحوم عامله معايا ب 335، يبقى انا عامله لك اللحوم 335 جنيه. باقي معانا كده من الميزانيه بتاعتنا 15 جنيه، 15 جنيه دول هتجيبي يوم اما تجيبي يوم لفه جلاش، وعندك المفروم ممكن تعملي بيه، او عندك تاخدي شريحتين بانيه او شريحه بانيه تقطعيها وتعملي بيها الجلاش، او ممكن تحشي جبن. فانت عندك ال 15 جنيه هتجيبي جلاش، او هتجيبي بيهم ايه علبه صلصه وايه، وتقللي من الطماطم لو الطماطم مش هتكفيكوا وبتطبخي كتير في الاسبوع، فهتخلي هتجيبي كيلو ونص طماطم مثلا، وهتاخدي ال 15 جنيه 15 جنيه دول تجيبي بيهم علبه صلصه ايه صغيره، يعني مش كبيره لان الصلصه غلت برده، فهتجيبي علبه صلصه فيها علبه صفيح في فتح الله ب 14 جنيه، ايه حجمها كويس يعني وسط، فهتجيبي علبه صلصه. فادي الميزانيه بتاعتك ايه، هجيبها لك كده بس لو عايزه تصوريها. ما تنسوش بقى الاستغفار يا جماعه وذكر الله كتير، كل ده من اسباب البركه والرزق. ما تنسوش بقى لو لسه ما اشتركتش في القناه تشتركي، ما تنسوش اللايك وتعليق حلو منكم كده بذكر الله. ولو حد ليه اي ميزانيه اكتب لي في التعليقات واعملها لكم، واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل حاجه جديده بنزلها.
اشوفكم بقى ان شاء الله، الميزانية تكون عجبتكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.